غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. الو سلام ونعم ابونا يوسف. اهلا وسهلا. الرب يباركك. معك معك. الو ايوه معك ابو مريم من امريكا. الو ايوه مع حضرتك ابو مريم من امريكا. مين حضرتك؟ حضرتك ما تعرفنيش شخصيا، انا اسمي ابو مريم وبكلم حضرتك من امريكا. اهلا وسهلا بيك. الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. انا كان في اعلان بس الاعلان مش واضح في الفيسبوك، بيقول الاستفسار كلم مع ابونا يوسف نجيب كنيسه القديسه بربره بالشرقيه، بس مش عارف ايه الموضوع بالظبط. يعني بيقول ايه الاستفسار؟ وخدمتكم القس يوسف نجيب كنيسه القديسه بربره بالشرقيه بالقاهره الاستفسار، والرب يعوض تعب محبتكم. مش فاكر الاستفسار عن ايه بالظبط يعني، ف على عمو مش مشكله يا ابونا، لعل حضرتك بخير. انت كويس؟ ايه حبيبي ايه. انا اسمي ابو مريم وبكلم حضرتك من امريكا. كان عندي بس رجاء لو تكرمت، كنا عاوزين ناخد بركه بس، وكان عندي استفسار من حضرتك. قول. ما يمر عليك ظالم يا فندم، اشكرك على ادبك وسعه صدرك واخلاقك. ايه بقول بشكر حضرتك على ادبك وسعه صدرك واخلاقك العاليه. ايه حبيبي. ابونا يوسف، الاستفسار هو ما سبب صلب يسوع؟ هل كان السبب سبب ديني او سبب سياسي؟ صلب يسوع المسيح ده عشان الصلب، نزل عشان يدينا. جميل جدا جدا. طب حضرتك حسب مين اللي صلبه؟ طيب مين اللي صلبه؟ مين ادى الامر بصلبه؟ تم تنفيذ الصلب فيه او اعدامه؟ مين يا فندم؟ طبعا الرومان. ممتاز. اليهود قالوا صلبه. طيب ممتاز جدا جدا. اليهود راحوا للرومان ووشوا عن يسوع، تكلموا عن يسوع، ماذا قالوا عن يسوع حتى يقنعوا الرومان انهم يصلبوه؟ هو كان الرومان كانوا متعودين ان يطردوا عن واحد لص في كل عيد. يسوع ما كانش لص. يسوع ما كان لص. يسوع ما كانش لص. هم اعتبروه قالوا لا خد ده بداله. لا شوف حضرتك، لا احنا عارفين ان هو ده، لان ده كان بيقتل. هم افتكروا ان هو هيملك، يعني هيديهم ملك ارضي ان هو يملك عليهم ويقربهم من العبوديه، وقال ان هو قادر ان هو يبني الهيكل، يهدم الهيكل ويبنيه في 3 ايام. طبعا هو بيقصد على الهيكل الجسد. طيب ابونا، بس هم افتكروا الهيكل بتاع سليمان. ابونا يوسف، الكتاب المقدس بيقول ان سبب اعدامه ان اليهود ما راحوا للرومان قالوا الاتي. لو ترجع حضرتك لانجيل يوحنا الاصحاح 19 العدد 12، ومن هذا الوقت كان بيليطس يطلب ان يطلقوا، ولكن اليهود كانوا يصرخون ان اطلقت هذا فلست محبا. ثواني بس يا ابونا. ان اطلقت هذا فلست محبا لقيصر، كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر. فهم اليهود ان هو يقولون ان هو يدعي ان هو ملك اليهود. فالان فقال بيليطس، فلما سمع بيليطس هذا القول اخرج يسوع وجلس على كرسي الولايه في موضع يقال له البلاط وبالعبرانيه جباثه، وكان استعداد الفصح، وكان نحو السادسه. قال اليهود هو ذا ملككم، فصرخوا خذوا اسلبه. فقال لهم بيليطس اصلب ملككم؟ اجاب الرؤساء الكهنه ليس لنا ملك الا الله. ممتاز. اذا حضرتك نفس الكلام موجود في انجيل لوقا، انجيل لوقا 23:1-3. فقام كل جمهورهم وجاءوا به الى بيليطس، وابتدا يشتكون عليه قائلا. الشكوى كانت ايه؟ اننا وجدنا هذا يفسد الامه ويمنع ان تعطي جزيه. سبب سياسي، تعطي جزية لقيصر قائلا انه مسيح ملك. فسأله بيليطس انت ملك اليهود؟ فهنا السبب
سبب إعدامه أو قتله مش سبب ديني، سبب سياسي، لأنه اليهود هم افتكروا إن هو جاي يملك عليهم، وقالوا قاعد يقول ليس لنا ملك إلا قيصر. طبعا هو مش جاي ملك أرضي، هم فاكرين إن هو كان جاي يحرر ملك يحررهم من عبودية الرومان. لا الموضوع مش كده يا أبونا، الموضوع إيه؟ المسألة أساسا مسألة سياسية مش دينية. الحكم هم افتكروا كده لأنهم كانوا بيصرخوا يوم حد الزعب ثواني ملك اليهود. أنا ما بتكلمش على اليهود، أنا ما بتكلم عليهم، أنا بتكلم من كان يملك الأمر، والأمر في فلسطين كان الرومان، السلطة سلطة رومانية، الرومان السلطة الرومانية اللي كانت العالم كله. ممتاز، جميل، الإمبراطورية الرومانية كويس، ممتاز جدا جدا. الإمبراطورية الرومانية كان لها الحق في القبض على الناس وقتل الناس، إعدام الناس، ممتاز. اليهود كل اللي عمل اليهود ادعوا عليه ان هو بيقول ان هو ملك اليهود ومنع الجزية عن قيصر، عشان كده الرومان قتلوه. اذا الموضوع هنا موضوع سياسي، اليهود ما قتلوهوش بالضبط كده، هم عملوا سياسي حتى يتم قتله. طيب ممتاز، اذا الموضوع موضوع من ناحية الرومان ما لهم دخل بالدين. اولا زي ما حضرتك تعلم يا ابونا ان كان في الدوله السياسه في يد الرومان، وكان في سلطه دينيه. السلطه الدينيه دي سلطه دينيه، مالهاش مش سلطه مدنيه، ليس لها الحق للقبض على شخص او محاكمه شخص او القتل شخص. كل اللي عملوه معروض بلاطس راح عمل كده وقتل ايده وقال انا لما ادي السعر عشان اقتله. ممتاز، لكن السبب ايه؟ لو حضرتك تقرا هنا هتلاقي في انجيل لوقا، انجيل متى، وانجيل مرقس، وانجيل يوحنا، بيقول لك سبب صلبه ان هو ايه؟ كان مكتوب على عله صلبه. مثلا حضرتك لو قرانا هنا ما هو العله، يعني سبب صلبه كان مكتوب ايه؟ ان هو ملك اليهود. الكلام ده موجود في انجيل متى مثلا، على متى 27 37، وجعل فوق راس علته مكتوب هذا ويسوع ملك اليهود. انجيل مرقس 15 26، وكان عنوان علته مكتوبا ملك اليهود. انجيل لوقا 23 38، وكان عنوان مكتوب فوق باحرف يونانيه ورومانيه وعبرانيه هذا هو ملك اليهود. نفس الكلام في انجيل يوحنا 19 19، مكتوب يسوع نصري ملك. اذا الموضوع موضوع سياسي، ادي اول شيء. ممتاز، ده سبب اعدامه ان هي جريمه سياسيه. طيب اذا حضرتك، انا راجل قارئ تاريخ غير موضوع، طبعا انا قارئ في الكتاب المقدس يعني ما تتخيل حضرتك، لكن الشاهد من هذا الكلام ان حضرتك موضوع اعدام المجرم في حكم الرومان ما كان في اختيارات، كان الاعدام عن طريق الصليب. يسوع ما اختارش، قال له يا جماعه الخير انت عندنا اكتر من وسيله اعدام، انت عاوز ايه؟ قال له ما انا عاوز الصليب لان دي خطه الهيه. ما اختارش الكلام ده، ما اختار. اديك مثال، لا هو كانت اقصى عقوبه هي عقوبه الصلب، ما كان في عقوبه ثانيه بالظبط كده. ليه بقى حضرتك كلامك صح؟ ليه؟ اولا والكلام ده بياكده انجيل متى 27 27، اولا لان الصلب بيموت بطيء جدا، اثنين المصلوب كان بيبقى كما ولدته امه ويعملوا له زفه في الشارع يمشوه، وانجيل متى بياكد هذا الكلام في عروق. ايوه، وكان المصلوب يصلب عريان، والانبا رفائيل هذا اكد الكلام ده احد التسجيلات ان ادم كان في الجنه عريان ويسوع كان على الصليب عريان، ما لابس شيء على الاطلاق بسبب زي ما حضرتك تفضلت الاهانه بتاعته. تمام؟ ممتاز. اذا كانت عقوبه المجرم هي الصليب، ما فيش عقوبه ثانيه. طيب اذا هي لا ما كان في عقوبه ثانيه، ما فيش. لا انا اديك مثال على اديك كده صح، اديك مثال. عندك في بعض الدول الاعدام عن طريق الغاز، في بعض الدول الاعدام عن طريق الشن، في بعض الدول الاعدام عن طريق الحقنه، بعض الدول عن طريق واتيفر يعني. اذا ما بيجيش المجرم يقول لك اسمع طيب انا هديك ايه قايمه او منيو اختار انت عاوز تموت ازاي، لا ما فيش الكلام ده، حسب سياسه الدوله. لا 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 ما فيش الكلام ده. ممتاز، اذا يبقى اولا سبب الاعدام كان سبب سياسي مش ديني، الجريمه جريمه سياسيه مش دينيه. ثلاثة، هو لم يختار وسيلة الإعدام، وسيلة الإعدام كان حسب طب الوقت يا أبونا مع احترام سعادتك يعني، طب اللي احنا بنقرأه في الكتاب غير كده، يعني أنت حضرتك بتقول الصلب وجاء عشان يصلب، إنما التاريخ ما بيقولش كده، ما بيقول كده. التاريخ بيقول إن اللي صلبه هو الرومان،
التاريخ بيقول سبب العقومة وأعدامه هو الرومان، لأنه اشتكوا عليه اليهود إن هو منع الجزية وعدم إعطاء الجزية للرومان. ممتاز. إذا بقى حضرتك إيه فين بقى موضوع إن هو جاي عشان الصلب دي خطة أزلية؟ موضوع الخطة الإلهية اللي ربنا حطها. حطها إزاي يعني؟ يعني كان ما فيش أي تهمة عليه أصلا، ما فيش أي علة عليه، لأن هو بلا خطية. هو لما مشي في التاريخ كده قالوا حتى لما كانوا يدربوه عشان يدي كده قال ده كل وقت ما نفذت لقيصر ومال الليالي الليل. ممتاز. ويبدا بطرس قال له روح اصطاد سمكه. طيب. وقعد كيس اللي فيها فلوس ويدي لقيصر. لا ما قالوش. هم كانوا في الاول بيقولوا يا جماعه هيدي لقيصر. ده مش قال له كده، قال له تدفع عني وعنك. طيب يعني كان دفع يعني هو ادى الفلوس لقيصر. يعني الرب يسوع كان بيدفع الضريبة. ايوه الرب يسوع كان بيدفع جزية. نعم. الوقت حضرتك هنا. طبعا الرب يسوع كان بيدفع جزية. عارف. اللي حضرتك السؤال هنا يا فندم اللي انا قصدي. انت حضرتك بتقول هو جاي عشان يصلب. طيب. اللي جاي عشان يصلب. لماذا يصلي لله الاب ويدعو الله الاب ان ينجيه من الصلب؟ الموضوع ده موجود في الاربع في الثلاث اناجيل. انجيل مثلا. ايوه صح. هنا المسيح يخاطب اليهود. يعني المسيح ضعيف. المسيح كان الله المسيح كان صوت له في نفس الوقت. لا ثواني واحدة ثواني. المسيح ثواني ثواني يا ابونا. انا ما بتكلمش دلوقتي على طبيعة المسيح طبيعة واحدة أو طبيعتين، مش هذا الشاهد. هو لما هو قعد في فلسطين جثماني وقعد يصلي صلاة وداعية وقعد ينطق أن تعبر عني هذه الكأس. لا مش هنا مش ده الشاهد. مش هذا الشاهد. أنا ما بتكلمش على طبيعة، انا بتكلم هو جاي بغض النظر، انت حسيبها زي ما تحسبها بغض النظر، اذا كان هو جاي عشان الصلاه ليه بيسال الله الاب ويصلي ثلاث مرات ويدعو الله الاب ينجيه من الصلب؟ واكد الكلام ده بولس في رسالته الى العبرانيين 5:7 الذي في ايام جسده اسقدم بصراخ شديد دموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت واستجاب له من اجل تقوى. كيف استجاب له ومات؟ هو بيدعو الله الى كلمه استجاب. استجاب يعني مش نفذ له طلبه، استجاب يعني سمع صوته. لا لا حضرتك سمع له. لا لا بص حضرتك انا كلمه استجاب هنا يعني سمع له. شوف حضرتك شوف لكن ما نفذلوش طبعا لان هو عارف ان هو هيختار هذا الصمت. دي واحده يا ابونا دي واحده. انا هقرا لحضرتك ترجمه فان دايك بيقول ايه؟ وسمع له من اجل ايه؟ تقوى. حضرتك الترجمة العربية المشتركة بتقول أن يخلصه من الموت فاستجاب له. استجاب له ازاي؟ الترجمة العربية المبسطة أن ينقذه من الموت وسمعت صلاته بسبب تقواه. تقواه يعني إنسان صالح بيخاف الله بيتقي الله. عند حضرتك الترجمة السارة أن يخلصه من الموت فاستجاب له لتقواه. عندك الشريف إلى القادر أن ينقذه من الموت، أن ينقذه من الموت فاستجاب له، ينقذه من الموت راح نموته. حضرتك الترجمة البولوسية أن يخلصه من الموت وإذا استجيب له بسبب ورعه. فالنصوص كلها وكل كل التراجم مع حضرتك أنا فاهم كل التراجم بتأكد. طب صح كده يبقى إزاي بقى مات إذا كان الله استجاب لدعائه؟ إزاي بقى ثانية واحدة اتفضل. كلمة استجابة له أن يخلصه من الموت، كلمة استجابة يعني هو طلب من ربنا النسوية هنا بيخاطب الله وده هو يعبر عنه الكيس ده يعني عد الموقف ده بسرعة لأن هو كإنسان صعب عليه أن يخش في مرحلة الصلب دي. كلمة استجابة يعني سمع ليه لكن هو لازم هيمر بالآلام لأن هو جه من أجل هذه الآلام. هو لازم مستمع بعدين هذه الالام. بص يا ابونا عشان يدينا ويخلصنا اللي جاي يدينا ويخلصنا الله يطلب من الله ينقذه من الموت. ما هو ده المشكله. ما ينقذه من الموت يعني يعني الموت هنا مش الموت الجسدي يا ابونا. الموت هنا ما يشيل كل خطايا العالم وخطاه فيه يا ابونا. اللي انت بتقوله مش موجود في النص مع احترامي لحضرتك يا ابونا، مش موجود في النص. وبعدين انت بتتكلم موضوع يا ابونا مش ارثوذكسي، انت حضرتك المفروض ارثوذكسي العقيده الارثوذكسيه. ايوه يا بابا اسمعني يا ابونا ارجوك لو تكررت. ايوه يا بابا
اسمعني انا مش انا حضرتك راجل كبير في السن ومع احترام لحضرتك انت انا راجل فاضل انا يمكن اكبر منك في السن صدقني اسمعني بس اولا اسمعني بس كلمه بابا ديت بلاش انت شكرا جزيلا اسمعني كده اولا العقيده الارزقشيه ان يسوع له طبيعه واحده ومشيئه واحده وان اللاهوت لم يفارق الناسوت ولا طرفه عين واحده ارجع لك طيب ثواني بس حضرتك لان حضرتك مع احترام سعادتك الكلام اللي بتقوله مش ارثوذكسي هذا ليس ارثوذكسي انت الفصل ليه انا ما فصلتش بين اللاهوت والبطيء انا ما فصلتش بينهم الاثنين في طبيعه المسيح الاثنين موجودين في طبيعه واحده اللي هو المسيح يا ابونا لما المسيح في نفس الوقت كان بيبيع وبياكل وبيشرب وبينام زي اي انسان وفي نفس الوقت بلاهوته بيعمل المعجزات الاثنين طبيعه واحده طيب ابونا مع الاثنين في شخص واحد طيب ابونا مع احترام لحضرتك الكلام ده كلام ارثوذكسي وارجع لكلام البابا شنوده في كتاب طبيعه المسيح وحده الكفاره ايوه اسمعني بس يا ابونا لو تكرمت بس الكلام بص البابا شنوده في كتاب طبيعه المسيح اهميه وحده الكفاره والفداء قول ما هي عقيدة الكنيسة في طبيعة المسيح؟ يقول يمكن أن نقول أن الطبيعة اللاهوتية اتحدت أقنوميا بالطبيعة البشرية داخل رحم القديسة مريم العذراء خلاص لكن بعد ده الكلام مش كلامه ده كلام كرولوس عمود الدين لكن بعد هذا الاتحاد ثواني بس يا أبونا بعد هذا الاتحاد لا نعود مطلقا نتكلم عن طبيعتين في المسيح فتعبير الطبيعتين يوحي بالانفصال والافتراق معنى هذا الكلام حسب العقيدة الأرثوذكسية لا نستطيع أن ننسب أي شيء لناسوته ولاهوته الكلام ده مش كلام أرثوذكسي والكلام ده مش كده بس البابا شنودة بيقول أن المسيح نفسه بيقول في موضوع بيقول أهمية الوحدة للكفارة والفداء أن الإيمان بطبيعة واحدة للكلمة المتجسد هو أمر لازم وجوهري وأساسي للفداء فالفداء يتطلب كفارة غير محدودة تكفي لمغفرة خطايا غير محدودة لجميع الناس في جميع العصور ولم يكن هنا سوى تجسد الله الكلمة ليجعل بلاهوته كفارة غير محدودة اتفضل حضرتك اسمع عشان ما حدش يقول اللي مات الناسوت ده كلام مش أرثوذكسي فلو اننا تكلمنا عن طبيعتين منفصلتين زي ما حضرتك بتقول بيعمل لا مؤاخذة يعني بيعمل حاجات بناسوت وحاجات بلاهوت ده مش أرثوذكسي فلو تكلمنا عن طبيعتين منفصلتين يعني كل طبيعة بتقوم بعمل خاص بها وقامت الطبيعة البشرية بعملية الفداء وحدها يعني زي ما يقول لك اللي مات الناسوت لما كان مطلقا على ممكنا على الإطلاق أن تقدم كفارة غير محدودة لخلاص البشر ومن هنا كانت خطورة المناداة بطبيعتين منفصلتين تقوم كل منها بما يخصها اللي انت بتقوله بيعمل معجزات بلاهوته وبيصلب ناسوته وبعدين ففي هذه الحالة موت الطبيعة البشرية وحدها لا يكفي الفداء ده كلام البابا مش كلامي أنا لو قلت الناسوت مادة غلط مش أرثوذكسي ولذلك نرى القديس بولس يقول لأنهم لم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد رب المجد اللي مات البابا اللي بيقول كده مش أنا ورا بطرس يقول ورئيس الحياة قتلتم ومن اللي مات رئيس الحياة البابا اللي بيقول كده البابا بيقول كمان حتى السيد المسيح يقول أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا وأنا حي لأبد الآبدين ولي مفاتيح الهوية والموت فهذا الذي كان ميتا هو الأول هو الآخر ولديه مفاتيح الهوية والموت الآن اسمع عشان ما تقولش اللي مات الناسوت أو تقول اللي بيعمل العمل ده الناسوت بيقول إيه وهكذا لم يفصل لاهوته عن ناسوته ويتحدث عن موته من اللي مات الله مات على الصليب الله الزار في الجسد ما فيش فرق ما نقدرش نفصل بين الطبيعتين البابا بيقول إذن فالذي مات هو رئيس هو رب المجد ورئيس الحياة ورئيس الخلاص وهو الأول والآخر هي دي العقيدة ما فيش حاجة اسمها الناسوت مات ومش كلام البابا بس حضرتك الدكتور العلامة حلمي القمص بيأكد هذا الكلام أولا بيقول عن نتيجة الاتحاد نتيجة الاتحاد إن جميع الأعمال ننسبها إلى شخص واحد ما فيش بقى نقول إيه دخل لمؤاخذة الحمام بناسوت وبيعمل معجزات بلاهوته نتيجة الاتحاد ان نقدم العبادة والسجود للمسيح الواحد العملية الفصل وحضرتك تقول انا بس بعبد اللاهوت ده مش أرثوذكسي ده الكلام ده عقيدة نسطورية اللي حضرتك لو قلت كده
انت بتعبد الله الظاهر في الجسد بناسوته مش كده وبس. حسب العقيدة الأرثوذكسية جسد يسوع مخلوق مش كده وبس. كمان اتفضل ماذا يقول كمان حضرتك هنا، ما هي نتيجة الاتحاد بين الطبيعتين؟ ده في كتاب حكمية التجسد الإلهي الدكتور حلمي قمص بيقول ان القديس أثناسيوس يقول الفاعل واحد، ودي مصيبة بيقع فيها من البابا للبواب، ينسب أشياء لناسوته وأشياء للاهوته. ده في كتاب تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس. الدكتور حلمي القمص يقول في كتاب حكمية التجسد الإلهي تحت عنوان ما معنى ان السيد المسيح طبيعة واحدة من طبيعتين، مفيش فصل، الفصل ده كاثوليك بروتستانت غلط. يقول تعتبر عقيدة الطبيعة الواحدة كما قلنا من قبل في منتهى الأهمية، وبناء عليها توقف خلاص الإنسان، لأنه ظلت الطبيعتين منفصلتين لضاعت عقيدة الفداء أدراج الرياح. هتقولي ما بفصل، لا أنت بتفصل. عارف بتفصل إزاي؟ إما بتقول لي القول ده بناسوته والقول ده بلاهوته، والعمل ده بناسوته والعمل ده بلاهوته. لا، الكلام ده مش أرثوذكسي. جميع الأعمال اللي بيعملها الله ظاهر في الجسد، وجميع الأقوال اللي بيعملها الله ظاهر في الجسد. قديس أثناسيوس كتاب تجسد الكلمة. وبيقول وهذا ما حمل لنا الفكر النسطوري، يعني اللي حضرتك بتقوله، بتقوله الكنيسه الارثوذكسيه ناسوت ولاهوت، ده فكر نسطوري وفكر لوم الرياح فاسده تاخذ لك. لماذا؟ لان في ظل انفصال الطبيعتين يكون المصلوب انسان، ده مصيبه. اسال البابا، اسال اي واحد يقول لي مات الناسوت، مش ارثوذكسي. يكون المصلوب وليس اله، وموت انسان بريء محدود بلا شك يعجز تماما عن فداء البشريه في كل زمان ومكان. فهو لا يبدي إلا إنسان واحد فقط، ومن هنا تمسكت الكنيسة الأرثوذكسية بعقيدة طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة. فحضرتك بتقول لي وتفصل بين الطبيعتين وتقول لي ده ناسوت واللي عمل ده لاهوت، الكلام ده مش كلام أرثوذكسي. الكلام اللي سعادتك بتقوله ده هذا كلام ليس أرثوذكسي على الإطلاق، هذا كلام مش أرثوذكسي حضرتك اللي انت بتقوله. فموضوع الفصل بين الطبيعتين ده اللي بيعمل الكلام ده هم الكاثوليك. احنا ما فضلناش، احنا ما فضلناش. انت حضرتك احنا ما فضلناش. مين اللي مات على الصليب؟ طب انا حد لحضرتك مات، انا حد لحضرتك مات. مين اللي مات على الصليب؟ لو انا عندي مي، لو انا عندي ميه وسميتها الناسوت، وعندي ورقه وسميتها اللاهوت، اوكي؟ حطيت الورقه في قلب الميه، الورقه هتصبح ايه؟ متبلله. معايا حضرتك؟ ده كلام الانبا روفائيل مش موجود في الكتاب المقدس، ام سوري. طب انا هقول لك، انا بسيبها لك بجدل بسيط. انا ماليه دعوه بالكلام ده. تقدر تفصل الميه عن الورقه؟ ده كلام مش موجود في الكتاب المقدس. اقول لحضرتك، اقول لك لا اكزامبل، قول اكزامبل. ما فيش اكزامبل، لا هقول لك ليه. الله يقول في التوراه بمن تشبهوني وتسووني ونجعلوني هتشبه الله، الله بورقه وميه، بمن تشبهوني. يا انا عشان انا ببسط المعلومه بس، او ببسط المعلومه. لا يعني لا مؤاخذه يا ابونا، يعني انا بقول لك احنا بنفصل، احنا ما بنفصلش. انت مش بتقول اللي مات الناسوت؟ قول لي نعم او لا. انت بتقول كده، انت بتقول اللي مات الناسوت. الطبيعه الناسوت موجود بطبيعته واللاهوت موجود بطبيعته. لا طيب، ده خطأته. انت عند حضرتك 25,000 مخطوطه للعهد الجديد، تمام؟ اين هو مش المسيح كان بيجوع وبياكل وبيشرب؟ لا لا لا، انا بقول لحضرتك اهو موضوع عندك خمسه. طب انا هتكلم معاك، انا هتكلم معاك. المسيح مش كان بينام ويجوع وياكل ويشرب ويتحرك زي اي انسان؟ ما هو انسان ذاتس ات. حلو، يعني ليه لا خصائص الانسانيه؟ هو انسان، ما فيش اكتر من كده، ما فيش اكتر من كده. والله في نفس الوقت فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ انت سوا هو قال انا في الاب والاب فيا، من راني راى الاب. ممتاز جدا جدا، ممتاز جدا حضرتك. ثواني بس، هو بيعمل معجزات جدا بالباب ثواني بس واحده عشان نأصل الموضوع. هل يسوع هو الاب؟ هل يسوع هو الاب؟ هل يسوع هو الاب؟ اللي حضرتك بتقوله ده هرطقة سابيليوس وهرطقة مؤلمي الآب، ده اسمها هرطقة. يسوع ليس الآب، يسوع هو الابن. لو قلنا يسوع هو الآب يبقى اللي مات على الصليب الآب. اللي حضرتك بتقوله ده هرطقة وتجديف، يسوع ليس الآب. طيب تاني واحد. نعم ماشي، انا همشي مع الطوائف. مش هتمشي الآب والآب طول، هما الثلاثة واحد. لا لا لا، الثلاثة واحد ازاي؟ الآب والابن وروح القدس. انا سألت حضرتك الآب الابن، قلت لا، اللي قلته هرطقة دي واحد،
الاب ليس الاب. طب هل هو بابا بس ما تقول ايش الاب والابن والروح القدس الثلاثه واحد؟ لا 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 شوف يا استاذ يا حضره يا حضره الكلام اللي انت بتقوله ارتقى يسوع ليس هو الاب. حضرتك اسال في الكنيسه اسال بابا تودروس يسوع ليس هو الاب. دي ارتقت سابيليوس الذي كان يعتقد ان الاقانيم صفات وليست ذوات. دي ارتقت مؤلمي الاب. لو قلنا ليسوع الاب اذا الاب مات على الصليب دي ارتقى. اللي سعادتك بتقوله ارتقى. حضرتك لسه مصمم على الهرطقه دي. ماشي بس هو في الاب في الاب. ممتاز ممتاز. حضرتك الان حضرتك الان يسوع طلبوا مني شهاده فقال ان كنت اشهد لنفسي فشهادتي ليست حق، الذي يشهد لي اخر. اخر يعني سمون الشهاده الاب. ممتاز. الكلام ده فين؟ في العدد ايه؟ يوحنا الاصحاح 5 العدد 31 والعدد 36. بنفسه الذي أرسلني يشهد لي لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته. إذا الأب ليس هو الأب. جميل جدا جدا. إذا كان الأب سواني حضرتك إذا كان الأب ليس هو الأب، السؤال بقى حضرتك هل أعلن يسوع صراحة من هو الإله؟ عندي أربع إجابات اختار حضرتك. هل أعلن يسوع من هو الإله صراحة؟ يعني قال الإله فلان فلاني. عندك أربع إجابات اختار حضرتك الإجابة الصحيحة. أعلن وقال إن الأب هو الله واحد. أعلن وقال إن الابن هو الله واحد. أعلن وقال إن الروح القدس هو الله وحده. أعلن وقال الثالوث أب وابن وروح قدس هو الله. إيه الإجابة الصح ومن الإنجيل؟ مش الإجابة. لا فين؟ اتفضل هات لي النص في الإنجيل. اتفضل. الأب والابن والروح القدس الثلاثة واحد. لا لا صح حضرتك. إنجيل يوحنا الإصحاح 17 العدد 3 وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك الأب أنت الإله الحق وحدك. إذا كان الأب ليس هو الإبن والذي يقول الأب والإبن هرتقى تجديف والأب هو الله وحده من كلام المسيح. أنا ما قلتش الأب الإبن يمثل الكلمة والكلمة خرجت من كلمة منذ البدء. يا يوحنا كده. طب ممتاز. ثواني 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 هتكلم على موضوع يوحنا بس ثواني. اذا كان كان الكلمة انا عارف انا عارف ثواني بس ثواني اذا كان يوحنا قال كده انا عارف ثواني بس ثواني. اذا كان الاب ليس هو الاب والاب اخر كما يقول يسوع الذي يشهد لاخر والاب هو الله وحده كيف نقول له يسوع الاب ليس هو الاب الاب اخر؟ لو قلنا الاب والابن دي منطقه يبقى نقول له يسوع ازاي؟ اتفضل حضرتك. الاب مش هو الابن، الابن ده اللي هو الكلمه. يقول لك في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله. طب ممتاز. كده في حنة. طب ممتاز. انا عاوزك يا ابونا الان مع احترام لسعادتك بقى تربط الحزام كده عشان عندي مفاجاه ليك يا ابونا. البابا تودروس ليه كتاب. الكتاب بيدرس في كليه كريكيه في دمنهور. الكتاب اسمه مفتاح العهد الجديد. مفتاح العهد الجديد. صفحة 167 يقول البابا تودروس إن إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من العدد 1-18 مضاف غير موجود في الأصل. ويقول إن إنجيل يوحنا الإصحاح 21 مضاف. ارجع لكتاب مفتاح العهد الجديد البابا تودروس موجود في أي كنيسة في مصر، موجود في أي مكتبة مسيحية وبيدرس في الكلية الكريكية في دمنهور. بيقول فيه صفحة 167 الجزء الأول إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من العدد 1-18 مضاف. اتفضل عارف إنجيل يوحنا إيه؟ العدد شوف في البدء كان الكلمة ومش كده وبس والعدد 14 وصار الكلمة جسد. اتفضل حضرتك. النص اللي أنت اعتمدت عليه البابا بيقول ده مضاف يعني محرف. إزاي ده كان مكتوب في الكتاب المقدس؟ اسأل البابا أنت بتسألني أنا؟ الكلام مفتاح العهد الجديد الجزء الاول صفحه 167 البابا تودروس. طب عادي جدا ما انت عندك نصوص موجوده في الكتاب المقدس اساسا ملهاش اصل ومش كلامي انا بس كلام البابا. جيت لك كمان البابا كمان بيقول حضرتك اديك مثال اخر. البابا بيقول في كتاب مفتاح العهد الجديد صفحه 66 ان الكتبه مجاهيل. مين الكتبه؟ اسمع حرفيا بيقول ايه. هناك عناوين مختلفه تعطي للبشائر وان كان يبدو
ان هذه العناوين وضعها النساخ ولم تكن منذ البداية، يعني الكتبة غير معروفين اللي وضع الاسماء دي للنساخ. يعني انت عندك اربع عناجيل، الكتاب مين؟ انا هرجع للكتاب لو سمحت، انا هرجع للكتاب اشوف ان الكلام ده بالصح. الكلام ده كلام بالصح. طب ليه هو رئيس الكنيسة بقى اذا كان هو بيقول معلومات غلط؟ طب مين لكن هم عملوا كتاب كتاب انجيل محرف اصلا، ما ممكن يكون الكتاب ده محرف. انا بقول لحضرتك عليه. شوف يا شوف يا ابونا، لو اللي بيقول الكلام ده واحد مسلم يقول نعم ده راجل ضد المسيحيه، لكن ده البابا اللي بيقول كده، بابا الكنيسه، بابا الكنيسه بيقول كده، ويا ريت كده بس. بيقول ان الجزء ده مضاف يعني اتفضل اقرا لك حرفيا، بقول حرفيا لمحات قصيره موجزه تتناوب مع ايات وعظات. انا بقول لك اختباس حرفي جدا. ده احنا بنقراه كل يوم في صلاه باكر يا فندم. اقول للبابا اقول للبابا. فبيقول ايه؟ لمحات قصيره موجزه تتناوب مع ايات وعظات ذات طابع لاهوتي مع تقديم الشرح المناسب لها. ونلاحظ ان انجيل يوحنا ده كلامه ما بضيفش بدون المقدمه ما بين قوسين يوحنا واحد العدد 1:18 يبدو كتابا يهوديا، ولكن بإضافة المقدمة يتضح أنه يتناسب مع العالم اليوناني. ولذلك فمن المحتمل أن المقدمة أضيفت على العمل الأصلي، أضيفت على العمل. لماذا سعادة البابا بعد ذلك لماذا؟ لجذب مزيد من القراء، مش لجذب مزيد من القراء. كذلك الإصحاح الأخير 21 ربما أضيف بعد انتهاء الكتابة كما يتضح من الآيات الأخيرة في إنجيل يوحنا 20:31، لأن لو رجعت إنجيل يوحنا 20:31 واضح بقول إيه؟ وإما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم حياة باسمه. دي النهاية فعلا. الجزء الإصحاح كله مضاف. ده كلام البابا. ده مش كده وبس. البابا كمان البابا طب الكتاب ده نازل عن إيه؟ الكتاب ده نازل موجود على الإنترنت؟ أنا الكتاب فري على الإنترنت. مش يا ريت كده بس يا ريت كده بس بيتكلم ما عندي مشكله. بيتكلم على قصه المراه الزانيه، بيقول ايه؟ بيتكلم مثلا، بيقول لك جيروم اغسطينوس بيقول ايه؟ بيقول يكشف هؤلاء الاباء عن سبب غياب هذه القصه في بعض المخطوطات، لان قصه المراه الزانيه مش موجوده في اقدم المخطوطات مثل المخطوطه الصينيه والفاتيكانيه. ده اللي بيقول كده البابا تعطرس في كتاب مفتاح العهد الجديد صفحة 276. فبيقول ويكشف هؤلاء الآباء عن سبب غياب هذه القصة في بعض المخطوطات الأخرى. ألو. أيوة، هو خوف الآباء الأوائل من استخدام القصة كمشجع للانحلال الخلقي. ده البابا اللي بيقول كده، قصة المرأة الزانية بتشجع للانحلال الخلقي أو إنها ذريعة للإباحية كما يقول اغسطينوس. بيقول ان القصه ذريعه للاباحيه، مش كده بس، اما الاباء لا يا ابونا انا بقرا لك تبعتي مؤلف حاجه في حاجه. الكتاب ده مطبوع زياده، في كلمات زياده، ما فيش زياده. انا ممكن اخش على الانترنت اشوف الكتاب اسمه ايه وافتح العهد الجديد. نعم، سيبك حتى من الكتاب. انت حضرتك قارئ في علم النقد النصي، هل انت سمعت على حاجه اسمها علم النقد النصي؟ اكيد لا. علم النقد النصي لا، ما انا عارف لا، لان البابا شنود ده منعه في الكليه الاكريكيه. ما هو علم النقد النصي؟ هو علم خاص بعلم المخطوطات، بيحاول ياتي بنص اقرب ما يكون الى الاصل لكن الاصل غير مفقود. ده اسمه علم النقد النصي. اتفق كل علماء النقد النصي حتى المسيحيين ان قصه المرأة الزانية مضافة مش أصيلة، ده بالإجماع. حتى أشار إلى هذا الكلام الأب متى المسكين في تفسير الإنجيل يوحنا. ده مش حاجة جديدة يعني، ما حاجة جديدة، دي شيء مش جديد يعني. أديك مثال آخر برضو في علم النقد النصي، اتفق كل العلماء علم النقد النصي إن إنجيل مرقس بينتهي حضرتك في العدد 8 اللي هو إصحاح 16، العدد من عدد 29 مضاف. حتى الأب متى المسكين رفض يفسر هذا الكلام وقال هذا ليس كلام مرقس. اتفاق كمان جميع العلماء ان النص الوحيد اللي اقرب ما يكون الى التثليث الرساله الاولى ليوحنا 5:7 الذين يشهدون في السماء ثلاثه، هذا النص مضاف غير موجود في اقدم النسخ. مش كده وبس، ما في ترجمه عربيه حديثه فالنص اتحذف، ما في ترجمه اجنبيه حديثه للنص اتحذف،
لماذا؟ لأن أبو علم النقد النصي متزجر يقول إن هذا النص كان غير موجود في أي مخطوطة يونانية قبل القرن العاشر، مش كده وبس. أراموس أول مرة وضع هذا النص كانت سنة 1525، 15 قرن ما فيش النص ده، وانت النص بتعتبر كرام الرب وتقول أمين، ودي دليلك على التثليث. حضرتك لازم تقرأ. انت حضرتك فكرك ان اصول الكتاب المقدس موجودة عندك؟ انت تعرف ان الاصول موجودة؟ لا مش موجودة. مين يقول كده؟ اجيب لك مثال. الو، ايوه انا سامعك. انت هل انت تعتقد ان الاصل موجود للكتاب المقدس؟ الاصول مش موجودة. مين يقول الاصول مش موجودة؟ اديك على سبيل المثال القمص عبد المسيح بسيطة بالخير في كتاب الكتاب المقدس يتحدى نقاده وقائلين بتحريف. صفحة 155 يقول القمص عبد المسيح بسيط ان الاصول غير موجودة. تفضل حضرتك قاعدين من الكنيسة المصرية، الاصل مش موجود. الاصول مالها؟ الاصول يعني انت حضرتك الان متى ولوقا ومرقس ليه الاصول؟ انا بسأل حضرتك هل الاصول دي موجودة ولا مش موجودة؟ اديك مثال، اديك مثال. مثلا على سبيل المثال احنا بنرجع للاصل اليوناني. اليوناني مش اصل. بنرجع للاصل اليوناني. اليوناني مش اصل. اتفضل حضرتك. الاستاذ الدكتور وهيب جورجي كامل، استاذ العهد القديم بالكلية الاكريكية، وزميل للبابا شنودر، وليه كتاب اسمه الكتاب مقدمات العهد القديم صفحة 24، واللي مقدم الكتاب الانبا موسى اسقف الشباب، يقول لم تصلنا المخطوطات الاولى للكتاب المقدس، ولا عهد قديم ولا عهد جديد. نفس الكلام قال قمص عبد المسيح بسيط في الكتاب المقدس حد نقاد وقالين بتحريف. الكنيسة البروتستانتية الجزء الثالث دائرة المعارف الكتابية صفحة 279 بتقول ان وقد فقدت اصول اسفار العهد الجديد بلا شك. الاصل مش موجود. قاموس الكتاب المقدس صفحة 844 وقد كتبت المخطوطات الاصلية للعهد القديم اما باللغة العبرانية او باللغة اليونانية الارامية، وخدت المخطوطات الأصلية العهد الجديد باللغة اليونانية، ولكن لا توجد لدينا هذه المخطوطات الأصلية. الأصل مش موجود. الدكتور القس أمين ماهر إسحاق كتاب مخطوطات الكتاب المقدس باللغات الأصلية صفحة 19، ليس بين أيدينا المخطوطة الأصلية أي النسخة التي بخط يد كاتب أي سفر من أسفار العهد القديم أو الجديد. الأصل مش موجود حضرتك. هناك اجماع من جميع الطوائف ان الاصل مش موجود. الدكتور المهندس يوسف داوود رياض في موسوعه المعرفه المسيحيه مدخل الى النقد الكتابي صفحه 26، نحن لا نملك نصوص الاناجيل الاصليه، فهذه النصوص نسخت وحصلت اخطاء في النسخ، وغالبا ما نقع على قراءات متعديه للايه الواحده عبر مختلف المخطوطات التي وصلت الينا، فاي قراءه نعتمد؟ يوسف رياض في كتابه وحي الكتاب المقدس صفحة 65 أشرنا في الفصل الأول إن الكتاب المقدس هو صاحب أكبر عدد المخطوطات القديمة، وقد يندهش البعض إذا عرفوا إن هذه المخطوطات جميعها لا تشتمل على النسخ الأصلية والمكتوب بخط كتبة الوحي أو بخط من تولى كتابته. يعني معنى كده أنت بتقول إن الكتاب المقدس مش أنا اللي بقول. أنا ما بقولش، أنا ما قلتش، أنا بقول علماء جميع الطوائف، أنا ما قلتش شيء من عندي، أنا ما قلتش شيء من عندي. العلم ده علم العلم النقد النصي بقول لك ما سبب علم النقد النصي. السبب هو حضرتك سبب العلم ثلاث أشياء. أولاً إن الأصل غير موجود، تمام؟ إن يعني مثلاً عند حضرتك علماء من أمريكا، علماء للنقد النصي، منهم واحد اسمه أوردن إيب وجوردن في، لهم كتاب مشهور اسمه Studied in the Theory and Method of the New Testament Textual Criticism، يعني دراسة في نظرية وطريقة النقد النصي العهد الجديد. قول ما هي الحاجة إلى علم النقد النصي؟ ثلاث أسباب. السبب الأول الأصل مش موجود. السبب الثاني إن النساخ متعمدين التغيير بغرض التصحيح. وأديك مثال على ذلك. موضوع الفصل الحنوية الذين يشهدون في السماء ثلاثة. دائرة المعارف الكتابية تقول إن سبب وجود هذا النص إضافة النص لتدعيم لاهوتي، النص محرف مش موجود. ثلاثة، ليس هناك مخطوطان مثل بعض. السؤال لحضرتك،
إذا كان الأصل غير موجود. اثنين، النساخ متعمدين التغيير. ثلاثة، ما فيش مخطوطين مثل بعض. كيف نثق في صحة هذا الكتاب؟ الأصل مش موجود، النساخ غيروا وبدلوا، ما فيش نسختين مثل بعض. إزاي نثق في صحة هذا الكتاب؟ مش كلامي أنا ما قلتش حاجة من عندي. أنا كل المراجع بتاعتي مراجع مسيحية، كاثوليك أرثوذكس بروتستانت. حضرتك مجمع المراجع دي كلها إزاي يعني؟ أنا حضرتك راجل باحث في هذا المجال بقالي أكتر. على أي موقع؟ أنا حضرتك أنا اسمي وسام عبد الله. وسام عبد الله. ألو. أيوه أنا اسمي علي. اسمي وسام عبد الله. وسام عبد الله. حضرتك أنا متخصص في هذا المجال من أكتر من 30 سنة. ليا متخصص في إيه؟ في هذا المجال اللي هو في المسيحية. في المسيحية، حضرتك متخصص في المسيحية في هذا المجال. حضرتك ليا حضرتك البابا تقدرس نفسه اتصلت بيه. البابا تقدرس سألته في النقد النصي، تخيل قال لي إيه؟ ومعايا الاتصال سمعهولك. بيقول لي هي إيه دي مكالمة سليمة، اقفل التليفون. المكالمة الثانية بقول للبابا حضرتك واتصل بيه، فأنكر نفسه وقال هو السكرتير. وطبعا الكتاب المقدس يقول ان الكذاب ابن الشيطان، كلام ده انجيل يوحنا الاصحاح 8:44، والعهد الجديد يقول في رؤيا يوحنا مصير الكذبه بحيره النار والكبريت. تخيل رئيس الكنيسه يقول لي انا السكرتير، رئيس الكنيسه وصوته معروف. فحضرتك اعمل بحث كده عن وسام عبد الله حضرتك. المهم الشاهد من هذا كلام ان اذا كان الاصل غير موجود وان النساخ متعمدين التغيير وما فيش نسختين، كيف نثق في صحه الكتاب؟ نثق فيه ازاي؟ وبعدين اي كتاب بنتكلم عليه، انت عندك الكاثوليك 73، عندك البروتستانت 66، عند حضرتك في اربع مخطوطات قبطيه 75 سفر المخطوطات القبطيه، عندك الكنيسه الارثوذكسيه الحبشيه 81، الكنيسه الارثوذكسيه اليونانيه 75، الترجمه البسيطه او البسيطه الاراميه 68. اي كتاب بنتكلم عليه، اي كتاب. انت في كتب بتعتقد ان هي كلام الله حذفها البروتستانت، سبع اصفار. ارجع حضرتك ارجع لكتاب شبهات وهميه حول الكتاب المقدس للدكتور العلامه انيس عبد النور. الدكتور انيس عبد النور صفحه 19 كاتب لماذا رفضت الكنيسه الانجيليه هذه. قال اليهود نفسهم رفضوها في مجمع جميانه، اليهود رفضوها سنه 90 ميلاديه، اليهود نفسهم رفضنا. وكاتب تسع اسباب لماذا هذه الكتب ليس الهاميه، ليس وحي من عند الله. انت عند حضرتك النسخه اللي بتقرا فيها مصر نسخه بروتستانتيه، مش حتى انجيليه كمان، وفيها تعاليم من بيروت. ايوه فيها تعاليم تخالف العقيده الارثوذكسيه. اديك مثال على ذلك، عندك في انجيل لوقا الاصحاح 1 العدد 28 بيقول ايه؟ بيقول المنعم عليها. انت رافض الكلام ده. ليه رافض الكلام ده؟ ليه رافضه؟ لان انت بتؤمن ان مريم ام الله فهي ممتلئه نعمه، لذلك الترجمه اليسوعيه الكاثوليكيه بتقول ممتلئه نعمه. يعني فيها نصوص بتخالف عقيدتك انت. لان هم يؤمنوا ان مريم مثل سائر البشر. واديك دليل اخر برضه، لو تقرا حضرتك في انجيل متى الاصحاح 13 من العدد 54، متى 13 من 54 بيتكلم على يسوع وبيتكلم على اخوات يسوع الصبيان والبنات، ودي طبعا بتفرق عنك عن البروتستانت عشان تعرف الايمان مختلف تماما. فالنص بيقول ايه؟ اليس هذا هو ابن النجار؟ ولما جاء الى وطنه وكان يعلمهم في مجمعهم حتى باتوا وقالوا من اين هذه الحكمه والقوات؟ اليس هذا ابن النجار؟ ليس امه تدعى مريم واخواته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ او ليس اخواته جمعنا عنده؟ انت بترفض الكلام تقول مش اخواته، الكتاب بيقول اخواته. الكتاب بيقول اخواته هم اولاد الخاله بيعتبروا اخوه. فين بقى اولاد الخاله بقى؟ فين اولاد الخاله؟ عندك 27 سفر هات لاولاد الخاله. اتفضل حضرتك. ما فيش الكلام ده، مش موجود في الانجيل. البروتستانت بيقول لا. هو في المعتقد اليهود عندهم اولاد الخاله هم انا بس فيه. فين حضرتك في الانجيل بيقولوا ده اولاد خالتها؟ فين في الانجيل؟ النص بيقول اليس ابن النجار اليس امه تدعى مريم واخواته؟ فين ولاد الخاله؟ اخواته اللي ولاد الخاله ما بيبقوش اخوه، بيبقى كازن، بيبقى ريلاتيف، بيبقى نيكس كين، مش اخوه. اقرباء مش اخوه، في فرق بين اقرباء واخوه. اخوه يعني اخوك،
انما قريب حاجه تانية مش قريب. ولذلك بالصمت بيقولوا نعم هم اولاد اخواته من يوسف النجار فعلا. ليه انت حضرتك رافض؟ بسبب ايمانك انت، لان انت بتؤمن بعذريه مريم حتى الممات، تمام. لكن الكتاب المقدس ممتاز. الكتاب ارايك الكتاب المقدس ما بيقولش كده، ولذلك البروتستانت عندهم حق في الكلام ده. فين؟ لو تقرا حضرتك هنا في انجيل ايه، انجيل متى الاصحاح الاول، الاصحاح الاول متى الاصحاح الاول اعتقد العدد 25 بيقول ايه، بيقول ايه حضرتك، بيقول ايه العدد 24، فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما امر ملاك ربه، اخذ امراته، اخذها فين؟ اقرا التراجم الاخرى، اخذها الى بيته. كلمه امراته يعني ايه؟ اقول لك يعني ايه، ارجع لكل التراجم العربيه الاخرى، زوجته، جميع التراجم الانجليزيه his wife، زوجته كان متجوزها، ادي واحد. النقطه الثانيه هنا، النقطه الثانيه هنا بقول لك ايه، بس عايز التقليد اليهودي يا استاذ حسام، عايز التقليد اليهودي ان اللي اتخطب اكنه مراته. شوف اسمعني حضرتك، ما كانت مكتوبه ليوسف. اسمعني بص حضرتك، الشاهد بيني وبينك الكتاب المقدس، ماليش دعوه بالله. ما هي كانت مكتوبه ليوسف؟ لا، الناس كانت مكتوبه، الناس ما بقولش مخطوبه، الناس ما بقول مخطوبه. شوف حضرتك، واجيب لك دليل اخر على الكلام ده. نرجع حضرتك هنا لانجيل متى، تمام، الاصحاح رقم 1 العدد 25، ترجمه فان دايك بتقول ايه عشان تعرف حضرتك هنا، بس ترجمه فان دايك بتقول ايه، ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر. المعرفه بدات بايه؟ ميلاد يسوع عذري. ما هي المعرفه؟ ارجع حضرتك للعهد القديم، ها، المعرفه هي العلاقه بين الرجل وزوجته، فعرف ادم حواء وخلف منها كذا وكذا وكذا. والدليل على ذلك التراجم العربيه والانجليزيه الاخرى، اتفضل هنا الترجمه ببساطه، ولكن لم يعاشرها العلاقه الجنسيه حتى ولدت الطفل، العلاقه بدات بعد ولاده يسوع. ترجمه الحياه، ولم يدخل بها حتى ولدت يسوع. الدخله ليله الدخله عند حضرتك اهو، الترجمه، كل التراجم بتاكد نفس الكلام. العلاقه الزوجيه الانتيمسي او سكشوال انتركورس، العلاقه بين الرجل وزوجته بدات بعد ميلاد يسوع. امال مش زوجته ازاي؟ ازاي مريم عذراء ازاي يعني؟ حتى التراجم الانجليزيه بيتكلموا يعني، انا لو جبت نفس النص واجيب لك التراجم الانجليزيه هنا، التراجم الانجليزيه واضحه جدا بيتكلم على المعلومه. حسام حضرتك كاتب الناس منزل الحاجات دي على الموقع بتاعك على صفحتك؟ ايوه حضرتك، انت تسمع الحاجات دي كلها؟ نعم، كل الحاجات تسمعها. يعني مثلا حضرتك هنا لو مثلا ايه، ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، تمام؟ يجيب لك مثلا احد التراجم هنا اهو، الترجمه اسمها ALT. And he was not known here. هو لم يعرفها، ما بين قوسين، ما معنى المعرفه؟ was not having sexual relation with her. لم يكن معها علاقه جنسيه until حتى she gave birth to her first son and he called his name Jesus. المعرفة، يبقى ازاي كانت عذراء؟ كانت زوجته والاولاد زوجها. لكن انت بترفض كده، مع ان البروتستانت بيؤمنوا بكده، لان نصوص في الانجيل، نصوص واضحه، لكن انت مش معترض بيها، مع ان نصوص واضحه. ما فيش حاجه اسمها خالته ولاد خالته، لان لو ولاد خالته كان يقول اقربائه، وباللغه الانجليزيه كان لها الانجليزي يقول لك كازن او ريلاتيف او نكسكين، لكن بالنص الانجليزي برضه بيقول لك براذر، انا بقول لك سيسترز. في فرق كبير جدا بين دي وبين دي. فالكلام واضح، الكلام واضح حضرتك. الوقت كيف نعبد انسان قد يقول انا انسان؟ لو ترجع الى اولا، يسوع يشهد على نفسه انه انسان. انجيل يوحنا 48، انا انسان كان قد كلمتكم بالحق الذي سمعت من الله. انسان، بولس يقول انه انسان. فين بولس يقول عند حضرتك؟ الله قال انا في الاب والاب فيا، انا والاب واحد. هذا ليس الشاهد، هذا ليس الشاهد، هذا ليس الشاهد. الشاهد ان يسوع يقول ان هو انسان، تمام. بولس كمان يقول، لان انا في مواقع ثانيه وقال انا في الاب والاب فيا، انا من راني راى الاب. جميل جدا جدا، الرد على ده سهل جدا جدا، ومن كلام يسوع. فين الكلام ده؟ ارجع حضرتك لانجيل يوحنا، انجيل يوحنا الاصحاح 17،
ماذا يقول يسوع؟ الإصحاح 17 العدد يمكن العدد 21 العدد نقول من 20. ولست أسأل لأجل من أجل هؤلاء فقط، بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم، ليكون الجميع واحد كما أنت أيها الأب فيه وأنا فيك. يعني الرد على اثنين، أنا والأب واحد وأنا في الأب والأب فيه، ليكونوا أيضا واحد فينا. لماذا كل هذه الوحدانية؟ لشيء واحد بس، ليؤمن العالم أنك أرسلتني وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحد كما أننا واحد، أنا فيهم وأنت فيه، ليكونوا مكملين إلى واحد، وليعلم العالم أنك أرسل. كل ده عشان اسم هو رسول الأب. أيها الأب، أريد أن هؤلاء الذي أعطيتني، حتى المؤمنين عطية من الله، أن يكونوا معي، يعني حتى الدخول للملكوت بأمر الأب مش يسوع، حيث أكون أنا، ينزلوا مجد الذي أعطيتني. أيها الآب الباب، إن العالم لم يعرفك إما أنا فعرفتك، ولا عرفوا إنك أرسلتني وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به، وأكون أنا في الحملية واضحة. كل ده أنا في الآب والآب فيا، وأنا واحد والآب واحد. كل ده عشان الناس تعرف أنه رسول الله. العملية أساسا مع احترام ليك الأساس باطل. ليه باطل؟ لأن الآب ليس هو الابن، واللي يقول الآب هو الابن هرتقد سابيليوس، الآب آخر، يعني شخص غير هنا. حسب العقيدة اليهودية، حسب التسمية، لا يقوم شاهد واحد على قضية ما، بل لابد من وجود اثنين أو ثلاثة. فسأل يسوع، أنت تشهد أنا ما بتكلمش على قنين، أنا بتكلم على في مشكلة، في قصة، في قضية، حسب التسمية لابد يكون أكثر من شاهد. فسأل يسوع، أنت تشهد لنفسك شهادتك ليس حق؟ قال لهم يسوع، شهادة رجلين حق، أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد للأب الذي أرسلني. طب إذا كان الأب ليس هو الأب، والأب آخر، والأب هو الله وحده، يبقى الموضوع باطل أساسا، نقلله إزاي؟ الأب ليس الابن، والأب آخر، والأب هو الله وحده. شوف سعادة الله. بولس كمان يقول، لأن لنا لا واحد، وسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح. حتى بطرس، أيها الرجال اسمعوا هذه الأقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بآيات وعجائب صنعها الله في وسطكم. كمان يقول أنا إنسان رجل. تلاميذ عمواس المختصة بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدر عند الله والناس. حضرتك بتعبد إنسان، حضرتك ما فيش أولا كلمة ناسوت، أولا ما في ترجمة على وجه الأرض فيها كلمة ناسوت، ما في مخطوطة من 25,000 مخطوطة فيها كلمة ناسوت. كلام ده، كلمة أقنوم مش موجودة في الكتاب المقدس كله، حتى قنوس عبد المسيح بسيط يقول أنا لا أستخدم كلمة أقنوم لأن الكلمة دي مش موجودة في الكتاب المقدس وعندي التسجيل بتاعها. فأنت بتقول. ولذلك المسيح عندما سأله رئيس الكهنة عن إيمانه عن تعليمه، قال المسيح، طب أنا الكلمة باللغة اليونانية، الكلمة باللغة اليونانية دي داخي، وكلمة داخي تعني عقيدة أو معتقد، ولذلك كل التراجم الإنجليزية بتقول إيه؟ دكرين، وكلمة دكرين عقيدة. إنجيل يوحنا 18-19-20، أسأل رئيس الكهنة يسوع عن تعليمه وعن تلاميذه، كلمة تعليمه قلت لك معناها عقيدة أو المعتقد الذي علمه يسوع. ماذا قال يسوع؟ قال أنا كلمت العالم علنية، أنا علمت كل عين في المجمع والهيكل حيث يجتمع اليهود دائما، وفي الخفاء لما تكلم شيء. الرجل قال علنية، يبقى لو يسوع قال أنا ناسوت، دين النص. اثنين، يسوع يقول من فمك أدينك، لو يسوع قال ناسوت عاوز أسمعها من فم الطاهر الشريف. يسوع بيقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، عاوز أسمعها منه وصية. قال ده آخر شيء قاله يسوع قبل الصعود في إنجيل متى، آخر نص، علموهم جميع ما أوصيتكم به. وصية يسوع إيه؟ فإن قال أنا ناسوت اليهود، حتى بولس يقول انظروا ألا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة. الفلسفة زي إيه؟ ناسوت، لاهوت، أقانيم، كل الكلام ده مش موجود، تسليس ما موجود، بغرور باطل حسب تقليد الناس، تقليد حسب أركان العالم وليس حسب لابد كلام المسيح. خلي بالك بولس إيه حسب تقليد الناس، وماذا يقول المسيح،
وباطلا يعبدوني، وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس، هي وصايا الناس. التقليد ده التريديشن، التعليم مش كلام المسيح. يعني لو كلام المسيح اتفضل هاته، ده كلام الكنيسة. وترجمة اليسوعية بتقول انهم بالباطل يعبدونني، فليس ما يعلمون من المذاهب سوى احكام بشرية، مذاهب كاثوليك بروتستانت ارثوذكس، مع كلام المسيح. بولس قال نص من اروع ما يكون، يقول الايمان بالخبر والخبر بكلمة المسيح. لو حضرتك شوف بقى التراجم الحديثة الانجليزية اروع ما يكون. من اين نأتي بالايمان المسيحي؟ من اين نأتي به؟ من كلام المسيح، من كلام المسيح شخصيا. فين؟ شوف التراجم الحديثة بتقول ايه، اللي هو ايه؟ الايمان بالخبر والخبر بكلمة المسيح. مثلا على سبيل المثال ترجمة اسمها AMB وترجمة اسمها AB بتقول، اللي هو روميا 10:17 روميا 10:17 through faith comes by hearing، يأتي الإيمان عن طريق السمع. بدون برانس، بدون قصين، بين قصين what is told، ما أخبر عنه. طيب and what is heard، ما سمع. comes by the preaching، عن طريق الكرازة أو التبشير، بين قصين of the message that came from the lips of Christ the Messiah مشياخ himself. يعني ترجمتها حرفين كده، الإيمان يطر طريق السمع ما أخبر به، والرسالة المسموعة بالتكريز ما بين قوسين الرسالة الذي خرجت من شفايف المسيح يسوع المسيح نفسه. هنا عند حضرتك الترجمة WNT بتقول إيه، ترجمتها يعني بالعربي، وهذا يثبت أن الإيمان يأتي عن طريق الرسالة المسموعة، وهذه الرسالة تأتي من خلال أن يسوع تكلم بها. فضل حضرتك ترجمة God Word بتقول ترجمتها ايه، الايمان يأتي عن طريق سماع الرسالة، والرسالة هي ماذا قال يسوع عن نفسه. فحضرتك انت بتقول لي يسوع هو النسوت، اتفضل حضرتك عندك 27 سفر، اين قال يسوع عن النسوت؟ الا فين؟ اين قال يسوع؟ ما النسوت اللي هو يمثل الانسان. لا لا، كلمة نسوت جاية من كلمة انسان. لا لا، لأن المسيح ده إنسان، لا لا، فإنسان عايش على الأرض، لا لا لا، لكن بيعمل أعمال الله على لاهوت. ثواني بس، إذا أنت حضرتك بتقول المعجزات هي دليل على لاهوته، صح؟ آه، الأعمال التي عملها يسوع دي. ممتاز، جميل جدا جدا. طب استعد بقى اللي اربط الحزام حضرتك، إنجيل يوحنا، والنص اللي أنت قلته بس ما كملتوش، إنجيل يوحنا الإصحاح 5 العدد 36، وأما أنا فليش هذا أعظم من يوحنا، لأن الأعمال التي أعطاني الآب لأكملها، هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها تشهد أنا الله، لا تشهد أن أنا ابن الله، لا تشهد بالتثليث، لا تشهد أن الآب قد أرسلني. أنا عايز أفتح كتاب مقدس معاك، عشان أنا حافظ الكتاب مش كده وبس. اسمع بولس يقول الرسالة الثانية لكورنثوس 12:12 إن علامات الرسول جرت بينكم بآيات وعجائب. اسمع كلام بطرس أعمال الرسل 2:22 أيها الرجال يا إسرائيل اسمعوا هذه الأقوال، يسوع النصري رجل إنسان قد تبرأ لكم. كيف تبرأ لكم؟ من قبل الله بإيه؟ بآيات وعجائب صنعها الله، مش يسوع، بيديه في وسطكم كما أنتم تعلمون. كل ده عشان يثبت أنه رسول الله. ده مش كده وبس، يسوع بيقول لك المعجزات كمان لا تعني أنه إنسان صالح. فين الكلام ده؟ إنجيل متى 24:24 سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة، سيقوم حق كذبة وأنبياء كذبة، ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا أمك المختارين. إذا كان المسيح الكاذب والنبي الكاذب بيأتي بأعظم الآيات، وهذه الآيات تضل المختارين الصفوة البابا الأسقف المطران، ويتقول لحضرتك المعجزات دليل على اللاهوت، ما دليل على أي شيء على الإطلاق. ماذا يقول يسوع عن المعجزات؟ ها؟ ماذا يقول؟ قلت لك ماذا؟ ايوه بس هي المعجزات لاهوتيه، لاهوتيه زي ما بيقدر يقدر الله. فين خلق فين؟ اتفضل، خلق فين؟ اتفضل قول لي خلق فين؟
هو مش خلق المولود أعمى، خلق عينين. ممتاز ممتاز، ما خلقش المولود أعمى، ما كانش ليه عينين خالص، ما كانش ليه عينين خالص. طب اتفضل حضرتك، استعد برضو، اربط الحزام. انجيل يوحنا الاصحاح 9 العدد 1. وفي انا افتح معاك بس عشان اشوف معاك. ماشي تحت امرك. انجيل يوحنا 9:1. شوف انا حافظ ازاي، شوف انا حافظ ازاي. انت بتقول الكلام اللي انت بتسمعه في الكنيسه. انجيل يوحنا الاصحاح 9 العدد 1، اتفضل حضرتك. تكير طيب، يوحنا 9:1، قصه الاعمى. وفيما هو مجتاز لراى لا ثواني بس، الاعمى منذ ولادته. ثواني بس، ثواني يا ابونا لو سمحت، خليك انت راجع معايا بس. وفيما هو مجتاز راى انسان اعمى منذ ولادته، اعمى، فسالوا تلاميذه: يا معلم، من ابطا، هذا ام ابوه حتى ولد اعمى؟ اجاب يسوع: لو قرات شيء غلط صحح، هذا اخطا، لا هذا اخطا ولا ابوه، لكن تظهر اعمال الله فيه، مش اعمال يسوع. ثواني، اعمال الله، طب هو العمل. ثواني بس حضرتك، ثواني اصبر بس. ينبغي ان اعمل اعمال الذي ارسلني، الذي ارسلني. ما دام نهار ياتي ليل حان لا يستطيع احد ان يعمل. ما دمت انا في العالم فانا نور العالم. طيب قال هذا، من هو نور العالم؟ الله. ثواني يا ابونا لو سمحت. قال هذا، لا، يسوع قال على التلاميذ انتم نور العالم. هل التلاميذ هم الله؟ انتم نور العالم. يسوع كمان قال على التلاميذ انتم لستم من هذا العالم. لا، اسمعنا حضرتك. قال هذا وتفل على الارض وصنع من التفل طينا وطلب الطين عين الاعمى. حضرتك بتقول ماليش عينين، مش كده وبس، يعني ليه عينين؟ ما خلقش عينين، كل اللي عمله رجع له البصر. واسمع كمان، وقال له: اذهب اغتسل في بركه سلوم الذي تفسيره مرسل. فمضى واغتسل واتى بصيره. فالجيران والذين كانوا يرون قبلا انه كان اعمى، اعمى مش ملوش عينين، اليس هذا هو الذي كان يجلس ويستعطي؟ اخرين قالوا: هذا هو. واخرين قال انه يشبهه. اما هو فقال: انا هو. خلي بالك، قال انا هو، ايجو اني، اللي قالها يسوع. المهم بعد كده ايه اللي حصل؟ فقال له: كيف انفتحت عيناك؟ الراجل اللي تعمل له المعجزه، شوف انت بتقول ايه، والراجل اللي تعمل له المعجزه ماذا قال؟ اجاب: انسان، انسان يقال له يسوع، صنع طينا وطلع عيني. طلع عيني. ايوه بابا، ما هو يا حضرتك، لان هو فسيم كانسان. يا فندم، هو فسيم عايش وبياكل وبيشرب وبيعمل كل حاجه كانسان. ممتاز. اعماله، ما قلنا لسه الاعمال اهو، ما قلنا اعماله اهو، هو بيقول الاعمال تثبت انها رسول الله. المهم، وطلع طيني، يعني طلع عيني، ليه عينين؟ قال: اذهب الى بركه سليم واختسل. فمضيت واختسلت فابصرت. قالوا له: اين ذلك؟ قال: لا اعلم. فاتوا الفارسيين بالذي كان قبل اعمى، وكان سبت حين صنع يسوع الطين وفتح عيناه. فتح عيناه، فتح، مش صنع له عينين، فتح. المهم، فسال الفارسيون ايضا: كيف ابصر؟ فقال لهم: وضع طين على عيني واختسلت فانا ابصر. فقال قوم الفارسيين: هذا الانسان ليس من الله، لانه لا يحفظ السبت. كما تعلم حضرتك ان الوصايا العشر، من يعمل في السبت يقتل. اخرين قالوا: كيف يقدر انسان خاطئ ان يعمل مثل هذه الايات؟ وكان بينهم انشقاق. قالوا ايضا للاعمى: ماذا تقول انت عنه من حيث انه فتح عينك؟ فتح عينك، مش صنع لك عينين. ماذا قال الرجل؟ قال: انه نبي. ولا قال هو الله، ولا قال ابن الله، ولا قال الله نبي فقط. فلم يصدق هو الأعمى. بالنسبه له النبي يا فندم، يعني هو بالنسبه له النبي. هو عمل عظيم، جميل جدا جدا. يعني الراجل عمل له المعجزه، قل نبي، والناس يقولوا نبي، وانت بتقول اله. جبتها منين حضرتك اذا كان مش موجوده في الكتاب؟ اذا كان الناس اللي حضروا المعجزه واللي تعمل لهم المعجزه بيقول لك انسان نبي، تقول انت بولس كمان بيقول المعجزه دليل انه نبي. فين رسالة بولس إلى كورنثوس 12:12؟ إن علامات الرسول جرت بينكم بآيات وأعجاب. يسوع يقول المعجزات دليل إن أنا رسول الله، إنجيل يوحنا 5:36. بولس يقول المعجزات دليل إن هو رسول، إن المسيح رسول الله، أعمال الرسل 2:26. الناس اللي عاشروه بيقولوا إن هو المعجزات دليل إن هو رسول، تقول لا 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 هو الله؟ يعني أنا عاوز أفهم، يعني فهمتها إزاي دي؟ إذا كان الكتاب الناس اللي عاشروه والجيل اللي معاه والشهود العين الأي ويتنس وير ويتنس بعد المعجزات اللي عملها، بيقولوا ان هو انسان نبي، تقول لي لا 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 هو اله؟ لا يقبل العقل. ايوه هو اله، اله بالعافيه يا ابونا، اله باي فورس. لا يا بابا، اله بالاعمال اللي عملها، اله هو قادر يقدر، مفيش حد يقدر يقوم بنفسه.
المسيح قام بنفسه. ممتاز جدا جدا. المسيح قام او مين له سلطان على ممتاز. ثواني مين اللي بيقوم الملك؟ ممتاز ممتاز ممتاز. انت الوقت حضرتك الاول قلت يسوع هو الاب وبعدين قلت لك لا دي هرتقى صح الكلام يعني يسوع الاب ممتاز. انت بتقول يس... انا هو قال انا ماليش دعوه انا بسالك يسوع الاب لوحده والابن لوحده ممتاز هو الابن هو الكلمه ممتاز هو جميل جدا جميل جدا. كلمه اللغه ده كلام البابا شنودة في كتاب لاهوت المسيح مش موجوده في الانجيل. ده كلام البابا شنودة في كتاب لاهوت المسيح صفحه 8 حرفيا. عاوزنا اجيب لك بيقول ايه انا حافظ اقول لك بيقول ايه. هذا كلام بابا شنودة ما كلام يسوع ولا الكتاب المقدس اللوجوس. مكان يسوع في الثالوث هو اللوجوس دي كلمه يوناني المهم كلمه انا واخد التفسير بتاع انجيل يوحنا الاصحاح الاولاني بيقول انا الكلمه ابن الله حضرتك وكان الكلمه الله حضرتك الكلمه ما صارش ابن الله وصار الكلمه جسدا وكان الكلمه الله. البابا تقعد تقول الكلام ده زياده تحريف مش لا, لا 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 الكتاب ده موجود ما في ما قالش الكلام ده قال ارجع حضرتك ارجع اتصل بيك مره ثانيه وارجع لا قال الكلام ده قال حضرتك الكلام ما كتاب الكتاب موجود الكتاب المقدس وكان الكلمة الله يبقى الكتاب يبقى لا مؤاخذة مع احترامي ليك يبقى البابا بيخرف معذرة بقى ما انا ما اعرفش الكتاب ده انا مش عارف ولا اقول لحضرتك الكتاب موجود حضرتك حتى في الانترنت الكتاب موجود مش هو مش الكتاب المقدس هو ده اللي يفصل بيننا. طب اذا كان بابا الكنيسه بيقول لك الكلام ده مضاف اعمل فيه ايه؟ اي كتاب مقدس بتتكلم عليه؟ ايه الدليل ان هو مضاف؟ ممتاز ممتاز جاب منين الكلام ده؟ جميل جدا. انت حضرتك الان بتقول الكتاب المقدس هو حكم بيني ممتاز. اي كتاب مقدس 75 صفر 81 صفر 73 صفر 66 صفر 68 صفر اي كتاب بتقول هو اي كتاب حضرتك؟ انت كل طائفه لها كتاب. اي كتاب بتقول انت؟ اي كتاب؟ اذا كنت انت مش عارف او عندك دليل ان متى كاتب انجيل متى؟ عندك دليل ان يوحنا كاتب انجيل يوحنا مرقس لوقا؟ عندك اي نص في الاربع اناجيل تقول ان الكلام ده وحي من عند الله؟ اتفضل قولش. اولا الاصل عندك انت عندك حضرتك اعتراض ان في نسخه ثانيه غير ده؟ ما انا بقول لحضرتك النسخ دي بص حضرتك الكتاب الذي بين ايدينا الان كتاب مؤلف طبعا بيروتيه. استنى بس حضرتك هل يسوع كان ماشي في السامره واليهوديه بيقول معاه ترجمه بانطايف؟ ما فيش حاجه اسمها طبعا ده كلام بروتستانتي. انا بسال حضرتك سؤال الان الوقت حضرتك الان انا كنت بقول ايه؟ معلش انت قطعتنا حضرتك نسيت اللي انا كنت بقول. انا كنا بنتكلم في الله والكلمه كان الكلمه الله. طيب وقلت لي الجزء ده مضاف ابو لما تدرس بيقول لك ده مضاف. طب ممتاز مفيش دليل بيقول كده. ما في دليل بيقول كده. ممتاز ممتاز. انا بسال حضرتك لو تكرمت اذا كان الاصل غير موجود كيف نثق في صحه هذا الكتاب؟ اتفضل حضرتك. انا الوقت راجل في امريكا لما سافرت امريكا رحت وزاره الهجره ما رحت وزاره الهجره حضرتك اطلعوا على شهادتي الشهاده بتاعت العلميه وبعد كده عملوا كوبي عملوا نسخه صوره وبعد كده عملوا ستامب ختموا على الصوره ومضوا عليها اطلعنا على الاصل وجدنا الاصل تبقى الصوره. انا حضرتك الان معايا كتاب الكتاب اللي معايا الان حضرتك مش هو الاصل. طيب ازاي نتاكد اللي موجود معانا تبقى الاصل اذا كان الاصل مفقود؟ لابد عشان نتاكد ان احنا يكون معانا الاصل ونقارن الاصل بالصوره. الاصل مش موجود. النقطه الثانيه ايه راي حضرتك بقى ان الكتاب اللي بين ايدينا ده مؤلف ومحرف؟ هتستغرب. طيب هتقول لي ده انت بتؤمن بالكلام ده؟ اقول لك لا ده من الكتاب نفسه اللي بقول كده. ازاي؟ طبعا في فرق بين التاليف والتحريف. ايه الفرق؟ المؤلف يعني صناعه بشريه من الالف الى الياء. التحريف قد يكون فيه كلام الله لكن فيه زياده او نقصان. طيب فين اولا هل الله تعهد بحفظ هذا الكتاب؟ نسمع العهد القديم التثنيه 12:32 كل الكلام المقدس اتكتب بآباء موثوقين بالروح القدس. ثواني بس حضرتك هجاوب على ثواني. التثنية 12:32 كل الكلام الذي أوصيكم به احرصوا لتعملوه لا تزيد عليه ولا تنقص منه. لم يتعهد بحفظه. كل الكلام الذي أوصيكم به احرصوا لتعملوه لا تزيد عليه ولا تنقص منه. ثاني تثنية 2:4 لا تزيدوا على الكلام الذي انا اوصيكم به
الذي 4-2 متأسف تسليم 4-2 لا تزيدوا على الكلام الذي أنا أوصيكم به ولا تنقصوا منه لكي تحفظوا كلام الرب إلهكم. لما تعهد بحفظه. طيب هل العهد الجديد يؤكد ان هو ترك حفظ لهم ولم يحفظوه؟ ايوه، رسالة بولس الى روميا 3:2، اما اولا فلانهم استؤمنوا على اقوال الله فماذا ان كان قوم لم يكونوا امناء. تفضل حضرتك، من عندك من التوراة ومن العهد الجديد ان الله ترك حفظه فلم يحفظه؟ طب ممتاز، ما هو، هل هناك دليل ولا الكلام بس بدون دليل ان الكتاب مؤلف ومحرف؟ فضل حضرتك، التأليف سفر المكابين التاج يقول ايه؟ ان قد قد احسنت التأليف واصبت الغرض فذلك ما كنت اتمنى، وان كان قد لحقني الوهن والتقصير فاني قد بذلت وسعي. ثم كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر، وده خطأ علمي، شرب الماء ليس مضر، الإنسان بيكون 65% منه مية، أو شرب الماء وحده مضر، وإنما تطيب الخمر ممزوجة بالماء وتعقب لذة وطربا، كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامع مطلعي التأليف. التأليف انتهى، كتاب مؤلف. طيب هل العهد الجديد بيؤكد التأليف؟ ايوه، لوقا 1:1، ان كنت قد احسنت التأليف واصبت الغرض. متأسف، لوقا 1:1، اذا كان كثيرين قد اخذوا بتأليف قصة. تأليف قصة، تأليف. لوقا 1:1، يس، نعم، يعني أول آية فيها؟ ما فيش آيات في الكتاب المقدس، الكتاب المقدس فيه نصوص، لأن حضرتك أي واحد غير مسيح عربي لا يقول على كلام الأناجيل آيات، يقول عليها نصوص. كلمة دي بسبب التأثير المسلمين مع نصوص الكتاب المقدس، فقرات أو أعداد، ما فيش آيات. أوكي. يقول إذا كان تأثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتوكلة عندنا. ممتاز، تأليف قصة. ليه تأليف قصة؟ لأن دي حضرتك الأناجيل عبارة عن بيوغرافي، سيرة ذاتية، مش وحي. طيب هل في نص يؤكد التحريف؟ نعم، إرميا 23:36، إما وحي الرب فلا تذكروه بعد إذ قد حرفتم كلام الإله الحي. إرميا 23:36. هتقول لي طيب مين اللي حرف؟ موجود برضو في الكتاب المقدس اللي حرف مين؟ إرميا 8:8، كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا حقا إنه إلى الكذب حول قلم الكتب الكاذب. النساخ هم اللي حرفوا، اللي أضافوا وزودوا، النساخ. فأنت الكتاب نفسه يقول، لا يقول إنه كلام الله، الكتاب بيقول إنه مؤلف، الكتاب بيقول إنه محرف، اللي حرفه النساخ. طيب انت حضرتك حرفه مين؟ النساخ اللي حرفه. اهو تفضل حضرتك اقراها تاني، اقرا إرميا 8:8. إرميا 8:8، كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا حقا انه الى الكذب حول قلم الكتب الكذب. الترجمة اليسوعية، كيف تدعون انكم حكماء ولديكم شريعة الرب بينما حولها قلم الكتب المخادع إلى أكذوبة. الكلام واضح. الترجمة الصرة، نحن كيف تقول نحن حكماء وشريعة الرب معنا أم ترون إن قلم الكتب الكاذب حولها إلى الكذب؟ واضح، النساخ من حرف الكتاب، النساخ. كيف تقول نحن حكماء وشريعة الرب معنا إن قلم الكتب الكاذب حولها إلى الكذب؟ واضح واضح. حضرتك بقى بتستشهد بايه؟ اولا انت حضرتك بتقول موثوقين من الروح القدس. حضرتك تعرف النص ده فين؟ حضرتك عندك فكرة النص ده فين؟ لا. النص ده في رسالة ثانية لبطرس. م.
تمام حضرتك؟ طيب تعرف حضرتك النص بيقول ايه؟ النص بيقول اشوف حضرتك الرسالة الثانية لبطرس الاصحاح الاول من العدد ايه 19. شوف بتقول حضرتك وعندنا الكلمة النبوية بيتكلم على كتب الانبياء بروفاتيك تيتشينج او بروفاتيك سكريبشر كتب الانبياء. طيب وهي اثبت الذي تفعلون حسنا ان انتبهتم اليها كما الى سراج منير في موضع مظلم الى ان انفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. تمام عالمين هذا اول ان كل نبوء بيتكلم على بروفيسي نبوءات انا كل وكمان بيتكلم على نبوءات من التوراة ومن العهد القديم ما بيتكلم عن عهد جديد ليست من تفسير خاص. لماذا؟ لانه لم تأتي نبوءة قط بروفيسي بمشيئة انسان بل تكلم اناس الله قديسين مستقيم الروح. حضرتك ما بيتكلم على عهد جديد ما بيتكلم فين عهد جديد عاوز تتأكد من الكلام ده الآن ارجع حضرتك غير النص تفسير القوم تدرس يعقوب مرضي ما بيتكلم عن عهد جديد ما فيش حاجة ما فيش دخل خالص عهد جديد. بالإضافة كده ده في مفاجأة تانية حضرتك عندك فكرة حضرتك ان مدى دخلت هذا الرسالة رسالة بطرس الثانية مدى أصبحت قانونية عندك فكرة حضرتك عندك فكره متى اصبحت قانونيه؟ ما اعتقدش. انا معايا هنا حضرتك الترجمه اليسوعيه. الترجمه اليسوعيه بتقول ايه على رساله بطرس؟ انها من اواخر الرسائل كانت مرفوضه اساسا مرفوضه. الكاتب غير معروف منسوبه لبطرس. اسمع حضرتك. رساله الثانيه الى بطرس صفحه 754 تمام؟ الترجمه اليسوعيه قانونيه الرساله ان كل من هذه الرساله اللي هي رساله بطرس الثانيه وسفر الرؤية كان في العهد الجديد السفر الذي لقى أكثر المصاعب ليعترف به. فدخلت هذه الرسالة من كنيسة اسكندرية دخولا بطيئا إلى مجمل الكنائس. أولا أغفلت في قانون موريتاني اللي هو كان قبيل سنة 200 ما حدش يتكلم فيها. استشهد بقى أول مرة أورجانس اللي هو توفى سنة 254 في إنها موضوع نقاش يعني غير متفق عليه. ثلاثة يوسيبيوس القيصري اللي مات سنة 340 ذكرها في عدد المؤلفات المتنازع عليها مرفوضة مش كده وبس لم يعترف بها معظم الكنائس إلا في القرن الخامس لأن الكاتب مجهول وتنسب لبطرس اعترف بها سوريا في القرن السادس. فضل حضرتك يعني حضرتك بتستشهد بنص على وحي الكتاب المقدس من رسالة الكاتب غير معروف ولكن تنسب الى بطرس مش كده. الكتاب المقدس الترجمه العربيه المشتركه وهي عمل جماعي ما بين جميع الكنائس في مقدمه الكتاب بتقديم الترجمه هذه الترجمه هي اول ترجمه عربيه وضعتها لجنه مؤلفه من علماء كتابيين ولاهوتيين ينتمون الى مختلف الكنائس المسيحيه من كاثوليكيه وارثوذكسيه وانجيليه مهمة جدا الكل متفق على دي الترجمة. طيب الآن بتتكلم على الكتاب المقدس في عهدي القديم والجديد اسمع المفاجأة تكونت اللائحة القانونية لأصفار العهد الجديد على مراحل. أول مجموعة تكونت هي رسائل بولس ما كان فيها أناجيل إيمان بولس اللي قال بولس اللي بيؤمن ببولس ثم الأناجيل وسفر الأعمال وبعد نقاشات بين الكنائس قبلة الرسالة عبرين لأن الكاتب مجهول كانت مرفوضة ورسالة يعقوب هي كانت مرفوضة ورسالة بطرس الثانية لكن مرفوضة وكاتب مجهول ونسبة إلى بطرس ورسالة يهوذا وسفر الرؤية. حضرتك بتستشهد بنص الكاتب مجهول وأساسا كمان ما بيتكلم على العهد الجديد. حضرتك مش كده بس أنا هضيف أزيد من الشعر بيت فينا يعني ده النص ده لا يتكلم على أن الكتاب واحد في نص تاني عندكم بتستخدموه اللي هو بيقول ايه كل الكتاب وموحى به من الله انا بساعدك اهو اللي هو كلام بولس ايه رأي حضرتك ايه رأي حضرتك النص خطأ ليه خطأ لو ترجع للكلمة باللغة اليونانية اللغة اليونانية بتقول باسا جرافي يعني ايه باسا جرافي يعني كل كتاب وموحى به من الله نافع للتعليم نعم امين يعني اذا كان الكتاب اي كتاب موحى به من الله فهو نافع للتعليم ما عندك اي نص
على وجه الكتاب المقدس. فندم اسمعني، الكلمة باليوناني بس يوصل ازاي وهو بيقول كل كتاب موحد من الله؟ فين فين قال الكتاب المقدس؟ كل الكتاب. لا يا فندم، لا يا فندم، كل الكتاب في التراجم العربية يا فندم، كل كتاب في التراجم العربية ما فيش ألف لام. الكلمة باللغة اليوناني بس جرافي يعني كل كتاب، ما فيش ألف لام، ما في ألف لام. أدي أول حاجة. النقطة الثانية أنا لسه قايل لك أهو، ثانية بس ثواني أجيب لك دليل ثاني. أنا لسه قايل لك الآن الآن، أول شيء تم قبوله في المسيحية رسائل بولس. ما كان فيه أناجيل، ما كانش فيه كتاب مقدس، ما كان فيه. كيف يكتب بولس على شيء مش موجود أساسا؟ أهو أقرأها لك ثاني حضرتك، أهو أقرأها لك ثاني. الترجمة العربية المشتركة وهي عمل أنا معلش وسام عبد الله. ايوه ايوه وسام عبد الله طبعا. وسام ايوه طيب اذا معلش عشان انا عايز اخش على الجروب بتاعك بس اشوف ايه ادرك بكتاب كل ده في كتير ورا بعض. نعم مش عارف يلحق معايا. طيب انا بس اسمع، انا عاوز اقول لواحد شيء. اولا يعني انا بشهد لك بصدق ان انت في قمه الادب وفي قمة الاحترام وعندك سعة صدر غير طبيعي. لا 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 سادي، أنا سادي، صدقني صدقني، أنت راجل مؤدب وراجل محترم وراجل بتحرص عن الحق، كلام جميل جدا جدا. لكن اسمعني بس يعني مش هطول عليك. أنت بكرة حضرتك تعمل بحث. لا 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 ثواني بس، اعمل بحث عن وسام عبد الله بس هتلاقي يعني حتى البابا تقدرس التصوير على جوجل. أيوه على جوجل. بس على جوجل بس قبل قبل ما نمشي بس نصيحة، بس لو سمحت يعني نصيحة بس. ما يأمر عليك زهر يسوع. الكتاب المقدس يقول إيه؟ كما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة واحدة. نعم مرة بالضبط كده. اللي بيموت ما بيرجعش. البابا شنوده كان رجع ما بيرجعش، اللي بيموت ما بيرجعش. فالواحد لابد أنه يتأكد أنه على الحق قبل ما يأتي الموت، لابد يتأكد. لأن أنت وأنا بنؤمن أن في 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 نار، وفي زي ما تقول انت ملكوت او كما يقول المسلمين جنه او شيء من هذا الكلام. فلا بد ان ملكوت فلا بد ان احنا نتاكد يقينا ان احنا عليه. في عندنا مشكله. المشكله ايه؟ مثلا اقرا ماذا يقول يسوع. يسوع يقول يوم الكلام ده المفروض يوم القيامه. انجيل متى 7:21، ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماء، بل الذي يفعل اراده ابي الذي في السماء. يوم القيامة يوم الدينونة كثيرين سيقولون لا متى 7:21، كثيرين سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة. أنا عاوز أقول لحضرتك قبل من الذي يقول يسوع يا رب؟ المسلمين، اليهود، الهندوس، البوذيين، الملحدين، المسيحيين. طيب من الذي يتنبأ باسم يسوع؟ المسيحيين. من الذي يخرج الشياطين باسم المسيح؟ المسيحيين. من الذي يصنع معجزات باسم المسيح؟ المسيح. لماذا المسيح يوم القيامة يقول الآتي؟ حينئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الاسم. لماذا يتبرأ؟ لأن المسيح لم يقول أنا الله. مش كده وبس، لو ترجع حضرتك رؤيا يوحنا اللاهوتي يوم القيامة يوم الدينونة بيقول إيه؟ رؤيا يوحنا 3:12، من يغلب سجعله عمود في هيكل إلهي ولا يعود إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عندنا. كيف يكون هو الله وهو يوم القيامة يقول إلهي 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 4 مرات؟ حتى بولس يقول عن يوم الدينونة الرسالة الأولى لكورنثوس 15:28، وعندما يخضع له الكل حينئذ الابن نفسه سيخضع لله الذي أخضع له الكل حتى يكون الله الكل في الكل. كيف يكون الله خاضع لله يوم القيامة؟ طيب آخر حاجة حضرتك، الكتاب المقدس يتكلم على 3 مراحل مر بها المسيح. المرحلة الأولى على الأرض، والمرحلة الثانية في السماء اللي هي الصعود السنشن، والمرحلة الأخيرة يوم الدينونة. صح حضرتك؟ ممتاز. في أي مرحلة كان يسوع إلى؟ المرحلة الأولى 1،
يسوع كان على الأرض إنسان وكان الأب إلهه. فين الكلام ده؟ إنجيل يوحنا 48 يقول يسوع: أنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعوا من الله. يسوع يقول: الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الله الذي أرسلني. كمان يسوع يقول في إنجيل يوحنا 6:57 متأسف يقول أعتقد 6:27 الله الآب ختمه. لاحظ حضرتك، أنت بتؤمن الله الإبن، الله الآب، الله روح القدس. لو حضرتك عملت بحث عن الله الإبن لن تجد النص، لو عملت بحث عن الله الروح القدس لن تجد، لو عملت بحث عن الله الآب هتجده من كلام المسيح، من كلام بولس، ومن كلام التلاميذ. إذن يسوع كان على الأرض إنسان وكان الأب إله. المرحلة الثانية الصعود إلى السماء، إنجيل يوحنا 20:17 إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. صعد إلى السماء وكان إنسان والأب إله. يوم القيامة إنسان والأب إله. من يقول كده؟ بولس ويسوع. بولس يقول في رسالة إلى كورنثوس 15:28 عندما يقول ما في أي بترد بتقولك ما في أي بترد بتقولك إيه؟ أيوة. لا حاجة صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء هو ابن الله. طب ساعة واحدة أنا هرد على الموضوع. بولس هرد عليه حاضر. بولس يقول الرسالة إلى كورنثوس 15:28 ومتى يقضى على الكل حينئذ الابن نفسه سيقضى للذي أقضى له الكل حتى يكون الله الكل فيه. كيف يكون الله خاضع لله؟ الابن خاضع للأب يبقى إزاي هو الله؟ حتى يسوع يقول من يغلب فسجعله عمود في هالك الإلهي يوم القيامة ولا يعود إلى خارج وأكتب على اسم إلهي واسم مدينة إلهي وشليمة جديدة أنزلها من السماء من عند إلهي. رؤيا يوحنا 3:12 هرد على الكلام بتاعي. أولا الموضوع اللي أنت قلت عشان تعرف إنك تتكلم مع واحد دارس النص اللي أنت بتقوله أعتقد في إنجيل يوحنا 3 واضح جدا دارس طبعا النص اللي أنت ساعات دارس النص كمان شكرا جزيلا. النص اللي حضرتك بتقوله في إنجيل يوحنا أعتقد الإصحاح الإصحاح 3 العدد 13 وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء. النص دي فيه مشاكل وأقول لك المشاكل وبعد كده حضرتك قول اللي أنت عاوزه. تمام. أولا وليس أحد صعد إلى السماء إلا النزل. الكلام ده فيه خطأ. لماذا خطأ؟ لأن التوراة بيقول لنا إن أخنوخ صعد إلى السماء وإيليا صعد إلى السماء. النص هنا بيقول إلا وإلا أداة إلا ثواني بس إلا أداة استثناء وحصر. فكيف يكون يسوع الوحيد الذي صعد إلى السماء مع إن العهد القديم يقول لنا إن إيليا وأخنوخ صعد إلى السماء؟ النقطة الثانية إيليا صعد بمركبة نارية ربنا بعتها له. It doesn't make difference صعد ولا ما صعدش للسماء، ما تفرق، صعد أخنوخ صعد طبعا صعد بإرادة ربنا بالظبط مركبة نارية لكن المسيح صعد ضد الجاذبية. أخنوخ صعد ولا ما صعدش؟ صعد. طيب النقطة الثانية أخنوخ ربنا خده وهينزل ثاني ويحسن على الأرض زي أي إنسان ممتاز لكن صعد ولا صعد؟ النقطة الثانية الذي نزل من السماء. حضرتك عندك 27:0 اعطيني نص بيوضح لي الصورة الذهنية ليسوع نزل للسماء من السماء. اتفضل اديني نص. هذا الدعاء المسيح خرج من الآب وخرج من الآب لكلمة الآب ونزل متجسد على الأرض. وأبونا مع احترامي سامتك انت عندك هنا صورة ذهنية بتقول ان يسوع نزل من السماء، اتفضل نزل فين؟ ما عندكش، ما نزلش من السماء. النقطة أولا مع احترام لسعادتك يسوع نزل ده كده ده مش نزل من السماء. أنا أقول لك نزل منين؟ نزل من رحم القديسة مريم العذراء، ما نزلش من السماء. الكتاب بيقول لنا كده. ارجع إلى إنجيل لوقا الإصحاح الأول. واللي حل على العذراء فحشاء ده مش قالوا له الروح القدس. أنا بس نزل منين؟ من رحم القديسة مريم. النقطة الثالثة بتقول إيه؟ الذي هو في السماء. حضرتك ارجع للتراجم العربية الحديثة، ارجع للتراجم الإنجليزية الحديثة، كلمة الذي هو في السماء مضافة مش كده وبس. ارجع للمخطوطات، أقدم المخطوطات وأصحها المخطوطة السينائية والفاتيكانية مش موجود الذي نزل في السماء. فالنص كله لمؤاخذة يعني من حضرتك كله خرام عامل زي المنخل كده أو المصفى كله مشاكل النص. لكن الشاهد من هذا الكلام حضرتك أنت أشوف أنت حضرتك بتقول شيء المسيحيين كلهم موضوع الناسوت واللاهوت مش موجود في الكتاب المقدس ولكن انا عندي تسجيل للبابا شنودة لو تحب تسمعه سمعه له. بيقول ايه؟ هناك ايات كثيره ضد لاهوت المسيح بيكون حلها هو الطبيعه البشريه وبالشكل ده حليت مشاكل كثيره.
فأنت عندك مشكلة أن يسوع إنسان وبشر. فإحنا نقول إيه أصل ده نسيت واليهود والكلام ده ولا موجود في الإنجيل ولا من كلام المسيح. النقطة الثانية حضرتك، النقطة الثانية حضرتك، إحنا لو عملنا بحث عن كلمة نسيت لن نجدها في أي ترجمة عربية أو أي ترجمة على مستوى العالم أو أي مخطوطة. وإحنا حضرتك ليه بنقول أشياء مش موجودة في الكتاب المقدس؟ فهي دي المشكلة، الإيمان مش موجود في الكتاب المقدس. أنت عندك حضرتك السبع نقاط رئيسية بتؤمن بها، مش أنت بس، جميع طوائف المسيحية البروتستانت والكاثوليك. واحد، أن المسيح هو الله. أنا أروح الكنيسة، أنا بدخل جميع كنائس الطوائف، مش أنتوا بس، حتى بروح كمان شودي أهو. طيب بيسموها ملكوت، الملكوت يعني، ما بيسموهاش كنيسة يعني. كينجدم هول، بيسموها كينجدم هول، صلاة الملكوت. طيب أنا بروح الكنيسة، أنا بروح الكنيسة بيقول لي يسوع والله. أروح للكتاب المقدس يسوع يقول لي الأب والله واحد. تمام جدا. أروح للكنيسة بتقول لي أعبد المسيح. أعبد المسيح. طيب أنا بقى طيب أسمع المسيح، هل المسيح طلب العبادة؟ نقرأ الكلام ده فين؟ الكلام ده نقرأه في إنجيل يوحنا الإصحاح 4. قفل التليفون يا أخو، قفل التليفون. القس يوسف نجيب، أنا ما أعرفش هو قس ولا قمص، الله أعلم. يوسف نجيب، كنيسة القديسة باربرا بالشربية القاهرة. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. الحمد لله رب يهتف باسمك قلبي لله، الحمد لله رب يهتف باسمك قلبي، الحمد لله الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا، جل قدرا لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.